usual Champions League game. There won't be the anthem played. And you get the chance to start. Yeah, that's it, and you have to take that opportunity. إلى عام 2007 ولمدة أربع سنوات فازت الأبطال لما تجاوزت مبارياتهم الأمية مباراة. صنعت بعد ذلك بتغيير كامل لاتجاه اللعب مثالية جدا إلى رياض محرز. رياض يبحث عن التقدم يتقدم يبحث عن ستونز في مركز الظهير الأيمن اليوم. جون ستونز في مركز الظهير الأيمن أن يفعل وما الذي يمكن أن يقدمه ولا جديد مع غوارديولا. كل شيء متوقع وكل إلى الكاي غوندوغان يلعبها إلى رياض داخل المنطقة محاولة خطيرة عرضية رأسية ألمانية يأتي اليوم ليشارك من الدرجة الثانية إلى حراسة محاولة ملعوبة الآن وصلت إلى رياض محرز أمامية الآن لكن وراء الكرة والمحاولة الماضية لكن أيضا تشستر سيتي في أرضية ميدانه في ملعب الاتحاد مع فريق بروسيا دورتموند كرة من رياض محرز لصالح أوسكان لكن تغطية تأتي عن طريق اللاعب جون ستونز في النسخة قبل الماضية في الدور ربع لازالت مستمرة وقائمة عادت من جديد وصلت إلى رياض محرز محرز ستونز يلعبها إلى رياض محرز ستونز يلعبها في الجهة اليمنى الآن كرة عن طريق اللاعب رياض بعد ذلك صافرة موجودة وخطأ تغيير يذكر على تشكيلة الفريقين من بروسيا أو باير ليفركوزن إلى تشكيلة دورتموند الدولي مع منتخب بلاد كرة عرضية خاولت الماضية هذه اللقطة مثالية من البداية لمانشستر سيتي في فيست فالين ستاديوم بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي ستونز الجهة اليمنى رياض إلى المرمى إلى الاختراق لا زالت مستمرة وقائمة التسديدة تأتي التبديل الأول رياض محرز يترك أرضية